السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم ريان مع وصفة جديدة. كنتمنى يلقاكم الفيديو في أحسن حال ويلقى الأحوال طيبة إن شاء الله. اليوم بغيت نقدم لكم البنات واحد تيراميسو الإيطالي بدون بيض. بصراحة كيجي لذيذ وسهل ودغيا كيوجد. بسم الله نبدأ على بركة الله. عندي هنا القشدة الطرية، أي نوع تقدروا تستعملوا قشدة المطبخ، تقدروا تستعملوا أي نوع نتوما عندكم. واحد الميتين، عندي فرماج ديال الجبن او لا فرماج، هو كيتستعمل فيها ماسكاربون، ولكن انا ما عنديش الماسكاربون فلذلك غادي نعوضها باي نوع ديال الفرماج عندكم. هاد البسكوي البنات، اصابع ديال البسكوي، هذا معروف كيدار في تيراميسو، هذا كيتباع بثمن اللي هو رخيص، ما عادش 10 دراهم ولا 12، المهم ما فيتش 15 درهم. عندي بودرة كاكاو الحلو فقط للتزيين باش نديروه من الفوق، غنحتفظوا به على جنب. وعندي هنا السكر، وعندي شويه ديال القهوه السريعه الذوبان اللي غنحضرها معكم دابا. اول حاجه البنات، خديت القهوه ضفت عليها واحد الكميه من الماء، ودابا غنطربها بهاد الطراب. صافي غنوضعها جانبا، غناخدو واحد الزلافه اللي غنخدمو فيها. اول حاجه غادي نديرو غنوضعو هذاك الكريمه مع غنخفقو الكريمه مع داك الجبن حتى يتجانسو لينا. هنا البنات غنخفقوا الكريمه مع السكر الخشن. هاد الكريمه ديجا هي بحال طالعه كيف ما شفتوا، ماشي ديك الكريمه السائله، هذه شويه شاده في راسها عقده. غنخلطوهم مزيان بالتراب الكهربائي ونضيفوا لهم الجبن. غنضيف الفرماج او الجبن، اي جبن اي نوع تقدروا تستعملوه، ماشي بالشرط هذا هو الماسكاربون هو اللي كيجي في التيراميسو، انا ما عنديش فهذا هو اللي متوفر عندي فانا غنستعمل هذا.
كنكملوها البنات بنفس الطريقه حتى كنحسوا بيه صافي. الكريمه وقفات، كنخليوها على جنب وكناخذوا البسكوي. صافي هي الكريمه كيف ما كتشوفوا وجدات، كتجي بحال هكا. صافي البنات، انتم تقدروا تستعملوا قلت لكم اي كريمه، تقدروا ديروا كريمه سائله وتطلعوها وتضيفوا لها اي جبن متوفر عندكم في البيت. انا هذا الشيء اللي متوفر عندي في هذا اللي استعملت. صافي غنكمل الخفق واحد شويه وغنحبس. صافي بركه، دابا غنوضعها جانبا. صافي دابا هي وقفات مزيان البنات، انا وضعتها جانبا وغناخذ هذيك الزلافه اللي فيها القهوه وغنوجد الاطار ديالنا في واحد الطبق ديال التقديم. ديريكت خاصها تحط في طبق التقديم، وغادي نوجد الاطار ديالي على حسب الدوره اللي انا باغا. كنتو بغيتو عالي غادي تزيدو تصغرو، كنتو المهم نتوما على حسب. صافي دابا غناخذ دوك الاصابع ديال البسكوي غادي نوضعوهم في القهوه، غنفزكوهم في القهوه، هما دغيا دغيا كيشربوا هذاك القهوه، وغنحطوهم على البلاصه المبسطه اللي مسرحه هي اللي غنحطو عليها، والبلاصه اللي بحال دائريه غنوضعوها من الفوق. صافي بحال هكا غادي نكمل بنفس الطريقه. صافي غادي ندير الطبقه اولى، هو هذا البسكوي غنحاول نقادو في الاطار كامل، ولا بقى لكم البنات شي فراغ كتهرسوا وكتعمروا كتكملوا بطريقه مزيانه. المهم باكيه غتكمل لكم طبقه، والباكيه الثانيه غتكملوا بها الطبقه الثانيه. ها التيراميسو البنات كيجي زوين. صافي انا هنا كملت، دابا غنوضع واحد الطبقه ديال الكريمه، كيجي بحال هكا. دابا غنوضع واحد الطبقه ديال الكريمه، واخا هكاك انا هنا ما كانتش عندي الكريمه كثيره، كون كانت عندي اكثر من هكا كنت غندير لكم واحد الطريقه زوينه في ما كنا غنديروا الكريمه في البوش، وتحاولوا ديروا بحال دوارات صغيرين دوروهم وتكملوا وديروا الطبقه الثانيه ديال البسكوي. المهم انا درت هنا واحد الطبقه اللي هي مزيانه كيف ما كتشوفوا ديال الكريمه، كنبسطوها غير بسباتول. صافي وغادي من بعد غادي نضيف البنات الطبقه الثانيه ديال البسكوي، غنوضعوه الطبقه الثانيه ديالو بنفس الطريقه. كنوضعوا البسكوي في القهوه وكنسرحوه. هنا غندير لي واحد الطريقه واحده اخرى، غادي نقسم البسكوي على جوج باش تجيني حتى في الشكل مزيان. هكا صافي، وغنبقى غدا حتى نكمل مع سيركل كامل. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. صافي كنبقى غدا بحال هكا حتى كنكمل الكميه كامله ديال البسكوي. كنكون عمرت طبقه ثانيه وعمرت الوجه ديال الكريمه، غطيتها كامله، ولا بقات شي حاجه باينه لكم بطبيعه الحال كتهرسوا وكتضيفوا، داك الشيء ما كيبقاش يبان حيت كيتغطى من بعد. بالنسبه للبنات اللي استعملوا ضعف ديال الكميه ديال الكريمه اللي استعملت انا، تقدروا ديروا بوش وتزوقوا به، كيجي غزال في طريقه التزيين. انا كنت بغيت نديرها ولكن ما قداتنيش الكريمه. صافي كنبقى غدا بنفس الطريقه، كتجي زوينه هاد التيراميسو البنات، كتجي لذيذه صراحه، كتجي بنينه وزوينه بحال تحليه بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا شي تحليه بحال هكا في العشيه، اولا كانوا جايين عندك الضيوف ديالك وديره واحد الغداء ولا العشاء، تقدري تحضري معاك تيراميسو فردي وديريه في كؤوس صغيورين حتى هو كيجي زوين. صافي كتبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا كل شيء. انا هنا غنقاد حيت كان باقي عندي واحد شويه ديال البسكوي. من بعد غناخذ هذاك الشيء اللي بقى ليا ديال الكريمه، غادي نوزعو على البسكوي، غنحاول نغطيه. في التزيين البنات هنا في الشلا بغيتو تزينوها
نورمالمون خصها تتحط في الثلاجه وتبرد معانا مزيان الكريمه، عاد باش نوضعوا ليها هذيك الطبقه الاخيره ديال البودره الكاكاو. انا هنا غنوضع الكاكاو ديك الساعه، حيت بغيت نكمل لكم الفيديو، بغيت نصوره معاكم، ما غاديش نتسنى عليه. بطبيعه الحال الزين كيبقى اختياري. انا هنا غناخد الكاكاو غنديرو فواحد الصفايه وغادي نوضعه من الفوق، غيجي المنظر ديالو زوين، وحتى في المذاق كيجي هائل. انا هنا استعملت الكاكاو الحلو، انتم تقدروا تستعملوا الكاكاو المر اولا الحلو. ما خديت واحد الفورشيط وموس كلمسه اخيره، حطيتهم بحال هكا مخالفين، ووضعت هذاك البودره الكاكاو باش خدا ليا هذاك الشكل وصافي. غير كاضافه هذا الشيء، دائما التزيين كيبقى على حسب الاذواق. صافي البنات، دابا غنحيد لها هذاك السيركل وغادي نوريها لكم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في اقرب وقت بصحه وراحه.